والله بشكر ربنا وبحمده طول الوقت ان الحمد لله من فضله ان برنامجنا له تأثير لهذه الدرجة. عملنا حلقة قبل كده مع ضيف اللي موجود معايا دلوقتي ورد الفعل كان مبهر، والحقيقة احنا يعني ابتزيناه برضو في بعض الأشياء، فالابتزاز ده كان في صالح الناس جدا جدا، والفقرة شجعت ناس كتير جدا جدا انهم لا يخجلوا من فكرة العلاج. فبيشرفني تاني ويعني متشكرين جدا جدا لوجوده دكتور ياسر بدران، استاذ طب وجراحه المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وامراض الذكوره. شرفتني وارستني. اهلا بك يا استاذه نشوى. وبعدين ايه القلق اللي حضرتك عملته لنا، حضرتك وكان معانا كمان دكتور هنداوي، نعم عملت لنا يعني قلق وكم اتصالات وكم مطالبات ان حضراتكم تشرفونا تاني. يعني الحمد لله الحمد لله. احنا اولا بنشكر سيادتك ونشكر الساده المشاهدين. هو بالفعل مشكلة الضعف في القدرة عند الرجال هي مشكلة تؤرق كل من الرجل والسيدات. السيدة كمان مش بس الزوجة، الحقيقة بتؤرق بعض الأمهات كمان، وده هعرفه من حضرتك لأن نعم. في حدوتة كده حضرتك حكيتها لي، أرجوك تعيد يعني حكيها للناس، لأن في التجارب الآخرين فرصة إن أنا أتشجع ومقلقش ومخافش، ومرض الضعف الجنسي أو أمراض الذكورة مرض زي أي مرض تاني بإذن الله بفضل العلم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى في علاج. هقول لك وده حاجه. اللي الناس اتبسطت منه، ان انتوا اديتوا للناس امل بالبرهان نعم بتجارب اخرين. مظبوط. فمن فضل حضرتك تشرح لنا بقى التجربتين ال لان هقول لك تجارب لطيفه جدا الحقيقه. من فتره بعيده يعني من تقريبا من سنه كده، جالي اب وابنه تقريبا كان لسه متزوجين بقالهم 6 شهور، الابن متزوج بقاله هو ست شهور جوز ابنه من 6 شهور بالظبط كده، وحصل فشل في العلاقه الزوجيه مره واثنين وثلاثه، وبعدين راح فالاب قلق على ابنه طبعا، جدا. وده يعني بالنسبة لنا كمصريين يعني الأب ده أكتر شيء، أو الأسرة دي أكتر شيء يؤرقها إن ابنها يعني يبقى عنده مشكلة. فهو جاب الابن وجاب زوجته، واحنا قعدنا في قعده كانها قعده عائليه كده، وقلنا لهم الامور بسيطه والامور هتتحل. والحقيقه بالفعل احنا بعد ما عملنا التحاليل الطبيه وعملنا الاشعاعات لقينا ان في بعض من التسرب الوريدي عند هذا الشاب. التسرب الوريدي. مظبوط. طيب قبل ما نكمل الحدوته نقول للناس برضو في السكه، عشان الناس ايه يعني ايه تسرب وريدي؟ هو التسرب الوريدي هو عدم قدره الرجل في الاخر، هو عدم قدره الرجل على اقامه علاقه زوجيه تمام مرضيه ليه او للطرف الاخر. تمام بمعنى ان احنا بيحصل صلابه في الاول، والصلابه دي لا اما تكون صلابه ضعيفه لا تحقق العلاقه الزوجيه مكتمله، او تبدا في الاول العلاقه الزوجيه وبعدين يحصل ارتخاء اثناء العلاقه الزوجيه. ده اللي احنا بنقوله التسرب الوريدي. نكمل الحدوته بقى. تمام الحدوته ان احنا بدانا العلاج وقلنا ري اشورنس، احنا بدانا نطمنهم ما تخافوش الامور سهله جدا، وان موضوع ان الضعف القدره عند الرجل ليه حلول، يا اما حلول دوائيه يا اما حلول زرع الدعامه. فطبعا بدانا في الاول بالحلول الدوائيه وبعض الارشادات الطبيه زي ممارسه الرياضه، الغذاء الصحي، النوم وقت كافي، الحب في العلاقه الزوجيه، اللاف ميكنج زي ما احنا بنقوله. بعد فتره برضه لسه ما حصلش علاقه زوجيه والحاله النفسيه اعتقد مكتمله. برضو ممكن تكون ليها تاثير. جدا جدا. انا عايز اقول لك بقى الحقيقه، جه الوالد وقال لي خلاص يا دكتور هو كده قربنا يحصل انفصال والامور لا بدات اله تخرج الا عن الله. النطاق، فطبعا احنا عايزين نعمل عمليه الدعامه لان علاج لا يجدي نفعا. انا عايز اقول لك كانت نفسيه الولد محطمه يا جدا. حبيبي هو لدرجه ان هو داخل العياده كان بيحط وشه في الارض. بسم الله. بعد ما عملنا العمليه وبعد ما شاء الله رجعت له الثقه في النفس، عايز اقول لك بيجي يزورني تقريبا يعني كل ما 3 شهور الله ما شاء الله، مبتسم البركة في ربنا وفي بفضل علمكم. الله سبحانه وتعالى. هو مبتسم بيقدر يؤدي الواجب الوظيفي العملي خارج البيت كويس قوي لان هو من جواه سعيد الحقيقة كمان أنا اسمح لي أشكر الأهل، جدا. هذا الأب يعني صاحب الرؤية ما قالكش لا ده ممكن يبقى عنده عمل، معمول له عمل والحاجات اللي بيقولوها دي، وقال لك لا أنا أعالج ابني لأن لازم علاج. فهذا الأب كمان الحقيقة عنده من الثقافة والفهم اللي يخلينا نقول له شكرا، وشكرا لأي أسرة إنها بتعتبر هذا مرض وله علاج طالما العلم موجود مظبوط. وطالما محققين ما شاء الله على إيد حضرتك نجاحات في المجال ده، فيبقى كتر خيركم. احنا الحقيقه كمان بيجي لنا امهات جايبه الاولاد. قول لي بقى تجربة الأم برضو الحقيقة لأنها يعني تجربة انا لسه برضو النهارده كان عندي الام وجايبه ابنها
برضو يعاني من مشاكل في إقامة علاقة زوجية، وهو عنده مشاكل نفسية في الأساس، وسنه شوية في الثلاثينات، حبيبي وعمل تحاليل وعمل إشاعات، وجدنا إن أرض أيضا في نوع من التسرب الوريدي، وأخذ علاجات بكثرة في فترة 6 شهور، ولكن حتى الآن زوجته هي ما زالت بكر. تمام. فطبعا الحقيقة الزوجة محترمة والأم محترمة والابن كمان ولد شاب ظريف، فاحنا طبعا اتفقنا ان الامور بسيطه وهتتحل طبعا بزرع الدعامه، والامور لطيفه جدا. في قصه لطيفه قوي عايز احكيها لك. قول قول يا حبيبي اتفضل. انا جالي ولد او شاب رجل يبلغ من العمر من الثلاثينات من الارياف، وكان متزوج وعنده طفلين. حلو. الحقيقه كان بيعاني برضه من ضعف في العلاقه الزوجيه، وحصل انفصال. مين اللي جابته لي؟ اخته. جابت له ايه؟ جابته لي لغايه العياد، جبتولك وقالت لي يا دكتور احنا يعني رحنا كتير قوي واخد علاجات كتير قوي، والحقيقه هو عنده مشكله في اقامه علاقه زوجيه وحصل انفصال، فاحنا عايزين نرجع له الثقه بالنفس، عايزين نرجع له قدرته، ده طبعا لان احنا الكلام ده ما كانش قدامه يعني، يعني اكيد بقى لا ايه لا لا كان يعني قدامه وهو كان متفاهم جدا. اصل هو برضو بيني وبينك الستر والغطا، انا صح اهلي هما ستر وغطا عليا، امي اختي ابويا دول اقرب ناس ليا، ودول افضل من اخد زميلي او اخد حد تاني، والمساله الوعي اللي عند الناس. اللي انا بيساعدني اقصد. سعيده بان المشكله دي كانت بتبقى مكتومه كده ومفيش، لكن بعد ما قلنا لا كل مرض له علاج. اللي بيساعدني اكتر الحقيقه كان رجل وزوجته، وبرضه كانوا تقريبا متزوجين بقالهم 2 أو 3 سنين، وهو كان مصاب بالسكر، لان واحد من اهم الاسباب اللي تؤدي الى ضعف القدره عند الرجل هو مرض مرض السكر. السكر. وبالفعل هم جم وتفهموا الموقف، ومراته زوجته تفهمت الموقف، وبعد زرع الدعامه الحقيقه عايشين في الله يسعد كل وئام الناس يا وسلام، رب. وربنا يبارك لهم. والله دلوقتي انت عندهم بيبي، يعني انت بتبشر، اللهم صل على النبي، انت فما بتبشر شاء الله. الناس وبتبسط لهم الدنيا، والدنيا ان شاء الله سهله، وكمان مش بس بتبسط الدنيا، انت كمان بتقسط الدنيا. فكره التقسيط دي الحقيقه يعني ناس كتير جدا جدا اتشجعت انها تتعالج. بعد اذن حضرتك نشوف تقرير، نشوف تقرير. نشوف تقرير ونرجع تاني. رحت عملت العمليه، ما فيش فيها اي تعب ولا حاجه خالص، بتبقى اول اسبوع بس عشان الادويه، وبعد كده ما فيش حاجه خالص، كان الانسان عايش طبيعي خالص. الاحساس بنسبه 100% احسن من الاول. الدكاتره للامان بعد احترام لهم كلهم ما عندهمش الجراه ولا الكفاءه ان هم يعملوا عمليه زي دي. بصراحه الدكتور ياسر اقتنعت بيه راجل 10 على 10، واقسم بالله زوجتي ما تعرف ان انا عملت حاجه. لاي حد بده يعمل العمليه دي اعملها بنسبه 100% وسيبها على الله. والله كثر خير، يطول عمرك، ما قصرتوا صراحة، عملية ناجحة وشغلك ممتاز جدا جدا، وتستاهل كل خير. ربنا يبارك. وانصح اي واحد سعودي يبغى يركب دعام ولا هذا يجي عندك. طيب. حقيقة يعني ما اقول له الحقيقة والله. ربنا يبارك في حضرتك. انا كنت عرفت ان حضرتك بتعالج الناس اللي عندهم ضعف جنسي بالاعشاب. نعم بالاعشاب، نعم. والحبوب لكن الان خلاص بتوقف، اللي عنده ضعف جنسي يجي هنا. احسن له من الحبوب واحسن له من اي شيء، واحسن له من الاعشاب. في انواع الاعشاب ممكن تمشي مع الواحد. هو الضعف الجنسي البسيط ممكن يتعالج بالاعشاب. ايوه فعلا. لكن الحل الضعف اللي ما عاد فيه، ما عاد يصلح به الاعشاب، وهذا يسوى الدعامه. طيب. احسن شيء الدعامات. طيب احنا موضوع الدعامه، احنا العمليه نفسها هل فيها صعوبه؟ يعني انت حضرتك حسيت ان في صعوبه وكده في العمليه؟ والله العظيم ولا صعوبه ولا اي شيء. طيب بعد العمليه؟ بعد تمام، وعن شو الان كشفت علي انت كل شيء تمام، الجرح تمام، كل شيء تمام، بعدين الجرح ايش؟ جرح بسيط يعني، ما ولا في ضرر ولا في اي شيء. الله يجزاه خير اللي اخترع الدعامه هذه. كانوا من الناس من اول يعانون، يعني الواحد بلغ 70 80 ولا عاد حتى الحبوب ولا حاجات ما عاد تنفع فيه، خلاص. انا لي صديق والله اني ركبها عمره 85 سنه، وان الان عليه ولدين، وقد ايس ما عاد يسوي حاجه مره. انصح اي واحد ما عاد عنده حي يقوم، لا عاد ياخذ اعشاب ولا ياخذ شيء، يجي يسوي له دعامه. طيب على بركه. والله هنا احسن شيء وافضل شيء، وبالعكس الا حتى بعض الرجال يمكن يبغى يطلق زوجته عشان ما عاد عنده شيء. يا اخي وهي برضه تقول ما عاد ابغاك مثلا، لكن الدعامه يا سلام تخلي الواحد كل من الطرفين يكونوا مبسوطين. عندي تسرب وريدي، حطيت بره دعامه، بس بصراحه بره في الحاجات دي يعني اي كلام. حطوا لي دعامه 3 صغيره وبيزرعوها جوه النسيج الكهفي، مفيش اي احساس مفيش اي حاجه. فجيت للدكتور ياسر وعمل لي دعامه، وما شاء الله يعني الله اكبر،
دعامة أنا سعيد بيها قوي، والجرح كمان لما بسرعة، دلوقتي بقى لي أسبوعين عامل العملية، الجرح لما بسرعة ما شاء الله، والشكل الله أكبر، يعني أنا مرضي قوي عليه. طبعا حاجة تفرح القلب ان الناس الحمد لله بتقول الكلام الطيب ده، الحمد لله. يعني والناس اللي كانوا عندهم هذه الامراض والحمد لله تم شفائهم، لانهم بيشجعوا اي حد تاني عنده هذا المرض انه يتشجع، وكمان اخوة من الدول العربية بيجوا مخصوص عند حضرتك في المركز، فده شيء يفرح القلب. سؤالي بقى بعد اذنك، كنا الحلقة اللي فاتت دبسنا حضرتك كده في موضوع التقسيط، احنا دبسناك في الاول ولا ده عن طيب خاطر؟ بصي، هو الفكره كلها يا استاذه نشوى، الهدف من العمليه هو اقامه البيوت. يعني في بيوت كتير جدا ممكن تهدم ويحصل طلقات لضعف القدره عند الرجل، فاحنا هدفنا اقامه البيوت. طب اقامه البيوت اذا كان لم يستطع هذا الرجل توفير الفلوس نقدا، لا طبعا موضوع التقسيط ويلكم، وده موضوع هايل جدا وانا ثواب فيه والله، بشكر يعني ثواب سلام عائلي بالظبط، يعني هو ده اللي احنا عايزينه، السلام العائلي واقامه البيوت. طيب اهو بقى من نطقك سأدينك. طيب لو الناس عايزين نمد شويه موضوع التقسيط ده، هل ممكن معلش يعني نستمر شويه في موضوع التقسيط؟ بصي، احنا متفقين مع شركه باي موب علشان هي تقدر تمد لنا موضوع التقسيط، وتقدر تخفض لنا نوعا ما الفوائد اللي بتحصل على التقسيط. فالحقيقه الحمد لله هم ناس محترمين جدا واستجابوا نتيجه العدد الهائل اللي جه الاسبوع اللي فات علشان التقسيط. طب الحمد لله، الحمد لله والله الواحد حاسس انه بياخد ثواب الحمد فإحنا لله. فاحنا ماشيين في الاجراءات ربنا دلوقتي، يزيدهم يا رب كتير كتير، وبنحاول نقلل معاهم الفوائد طبعا اللي بتتاخد من المريض، واحنا ان شاء الله باذن الله الموضوع بيبقى سهل وبسيط، وان العمليه لان انتوا مش هدفكم الاساسي فكره يعني ان انتوا تكسبوا قد ما انتوا تعالجوا، فحتى يعني من ضمن الناس اللي تواصلوا معانا ان انتوا بتاخدوا التكلفه الفعليه للدعامات، لانها سعرها يعني لانها بتجيبوا افضل الانواع او اميز الانواع. ما هو الحقيقه عشان الدعامه تستمر معاك، احنا عندنا نوعين من الدعامات، سواء الدعامه المرنه او الدعامه الهيدروليك. تمام. والحقيقه احنا بنستخدم اللي هي اجود انواع الدعامات اللي موجوده في العالم. تمام. ودي مصرح بها عالميا، ونقدر نقولهم سواء الدعامه المرنه هي تعتبر رقم واحد عالميا، او الدعامه الهيدروليكيه رقم واحد عالميا. فاحنا بنحب نركب افضل حاجه. طبعا انت عارفه احنا بنعمل عمليه بتقنيك او بتقنيه مختلفه تماما، جرح صغير جدا من كيس الصفن، لان كان في تخوفات كتير قوي. انا كنت لسه اسالك عن التخوفات اللي كانت موجوده وانتهت. ما هو كان في موروث ثقافي وتخوفات جدا من المرضى، ما هو من بعض المرضى. الفكره كلها دي عمليه جراحيه، لا يا جماعه احنا بنقول ان هي عمليه طفيفه التوغل، عمليه جراحيه صغيره جدا، جرح صغير جدا من كيس الصفن لا يتعدى سنتي سنتي ونص من كيس الصفن، سواء للدعامه المرنه او الدعامه الهيدروليكيه ذو 3 قطع. المريض احنا متخوف من الالم، فبنعمله ما يسمى بالتحوير العصبي لقفل المسارات العصبيه للاحساس بالالم، ودي تستمر معاه 5 ايام، بحيث ان احنا بعد 5 ايام بيحصل التئام للالم، وبعد كده الامور بتمشي. والناس هي قالت ما فيش اي حاجه، يعني اخواتنا كلهم اللي كانوا موجودين في التقرير، وشكرا ان حضرتك مغطي وشوشهم يعني عشان ما يبقاش فيه احراج سرية. السريه طبعا. قالوا كلهم ما فيش حاجه اسمها ما فيش حاجه اسمها تعب ولا الم، والناس كلها يعني بتشجع ان يعني اللي عنده مشكله يحاول يحلها. بالظبط. طب المميزات بقى بتاعت هذه الدعامات؟ بص، هي الدعامه في الاخر هو الرجل عنده فقد القدره على الصلابه، فاحنا بنحقق له بهذه الدعامه الصلابه، بس هو في الاحساس والنشوه اللي موجوده عند الرجل والدفء الاسري والعائلي اثناء العلاقه الزوجيه، ده احنا بنحافظ عليه. تمام. لان احنا بنحاول بقدر الامكان بنحافظ على اكثر من 70 80% من النسيج الكافي اثناء زرع الدعامه. تمام. واحنا الحقيقه برضو عندنا فيديوهات داخل غرفه العمليات بتقول ان احنا ازاي بنحافظ على النسيج الكافي اثناء زرع الدعامه. هو بس فكره الفيديوهات اللي فيها يعني لا لا ما دي مش هنشرها خالص، دي اللي عايز يحب يعني. يطمن اللي حابب يطمن. تمام. الفيديوهات موجوده، ونقدر حضراتكم وارقام التليفونات موجوده قدامنا على الشاشه. مزبوط. من فضلكم نصور بالموبايل يعني، والمساله قائمه على السريه الكامله طبعا. المساله ان انت يبقى بس عندك القرار ان انت تعيش بقيه حياتك سعيد، وانك تحافظ على بيتك وعلى اسرتك، مش عيب ابدا ابدا ان انا اتعالج لو عندي مشكله، لان ده حاجه عارضه
وممكن تصيب اي حد يعني مش السعاده. لو احنا بنتكلم في السعاده، هي العلاقه الزوجيه هي تقريبا الغريزه الثانيه بعد غريزه البقاء. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيعمل السعاده ازاي في العلاقه الزوجيه، او السعاده بتتم ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اثناء العلاقه الزوجيه في هرمونات زي السيروتونين والاكسيتوسين والاندورفين، ده هرمون السعاده وهرمون الحب وهرمون الطاقه، الحقيقه دول بيتفرزوا اثناء العلاقه الزوجيه، فمع كل علاقه زوجيه بيضيف سعاده للرجل ويضيف سعاده بشكل علمي. حضرتك كلامك مظبوط، لان لما بتنقطع العلاقه الزوجيه بيبقى في اكتئاب في البيت ومشاكل ونكد وخناق، فده من فضل الله ان هو قرب بين الارواح وجعل الزوجه سكن لزوجها. فيعني العلم بيقول ان احنا يعني ننفذ اوامر الله في الارض، اجعلنا بينكم موده ورحمه، هي دي الموده والرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى. الهرمونات اللي بتفرز اثناء العلاقه الزوجيه دي بتخلق الموده والرحمه والالفه والحب والوئام في الاسره. طب في دقيقه واحده، مين اللي ممنوع ييجوا لحضرتك يركبوا الدعانه؟ احنا قلنا اي حد مريض او عنده يعني مشكله فيجي لحد. هل في مثلا بعض الامراض ده انت تقول لا ده ما ينفعش اعمل له الدعانه؟ هو الدعانه ليها متطلبات، او طبعا ما فيش بس الفضل عندي دقيقه، ما فيش حد عنده ضعف في العلاقه الزوجيه او في ضعف القدره ما يقدرش يركب دعانه. هي الدعانه امل من لا امل له، وهي افضل الحلول على الاطلاق. زي الفكره كلها في بريكوشن اثناء قبل العمليه، لازم يكون السكر الصايم والفطر بمعدلات مناسبه، لازم يكون السكر التراكمي بمعدلات مناسبه، طبعا لازم نطمن عن البروستاتا ولازم نطمن التحليل البول ما فيش التهابات في المسالك البوليه، كل الحاجات دي يعني طبعا كل ده حضرتك بتشوفه وتعالجه قبل بالزبط. يعني لو في مشكله في السكر فانت لازم تخلي طبيب المختص بالغدد الصماء وبالسكر سكر. يظبط الكلام ده مظبوط. لو عنده اي مشاكل تانية لازم تحلها قبل ما تعمل ده، بحيث ان انت لما تدخل تعمل الدعانه بنضمن النجاح 100%. نجاح 100% ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طب ناكد تاني حضرتك على فكره التقسيط، الله يخليك، ناكد على التقسيط. ويلكم، احنا بنرحب بكل الناس اللي تقدر عايز تزرع الدعامة او عايزة الوئام الاسري والالفة والحب داخل الاسرة وعندهم ضعف في القدرة في اقامة علاقة زوجية، التقسيط متاح والاسعار مناسبة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طب والارقام برضو قدامنا حضراتكم عند اهو نصورها بالموبايل، مفيش خجل من اي حاجة. الضعف الجنسي هو مرض زي اي مرض له حلول. دكتورنا الفاضل الحقيقه بيبسط الدنيا. دكتور ياسر الابتسامه كمان على وجهك، ومفيش عندك معضله، مفيش عندك يعني حتى انا بقول لك طب لو عنده مشكله ما ينفعش، فقلت لي كل المشاكل بتتحل والنجاح ان شاء الله بفضل الله بنسبه 100%. ربنا يشفي كل الناس ويجعل حياتكم سعيده يا رب وهنا. تاني صوروا الارقام والتقسيط لسه موجود الحمد لله، خدنا ابتزاز كمان ان احنا نستمر شويه بالتقسيط ان شاء الله. دكتور شرفتني وانستني، شكرا اشكرك جدا جدا، ويعني شكرا لسعاده صدرك. احنا شكرا ليكي وشكرا لجمهورنا السعيد. الله يخليك يا فندم، شكرا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.